يا أسامة، نقطة أخيرة أشيد بسيد عبد الحفيظ. بصراحة تمام. سيد واحد من الناس اللي كانت سبب في الفوز بالدوري ده، مع طبعا كابتن الخطيب ومجلس الإدارة في التدعيمات والثقة اللي ادوها والوقفة دايما ورا اللاعبين. إنما سيد تحمل ضغط كبير جدا من خلال الموسم ده، وتحمل انتقادات وتحمل استهزاء بشكل كبير جدا من كل الناس اللي ما بتحبش النادي الأهلي بأمانة. فكان تمام. حائط صد بالنسبه لكل من هو كاره للنادي الاهلي، وقدر انه ينجح انه يبعد الضغوط عن اللاعبين بشكل مميز، وده يحسب ليه ولازم نشيد بيه مره ثانيه. انما هو ده قدر كل اللي في النادي الاهلي، انه يتحمل الضغوط يا اسامه، ولو ما تحملش الضغوط مش هتنجح في النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله الخير والتوفيق، ومباراه تكون مباراه مكسب للنادي الاهلي.